خاش تصيدنا. السلام عليكم زازلوس اوفردوز، مرحبا بكم في قناة عزاوي فاميلي. فيديو جديد اخوتي او فلوج جديد عاوتاني من قلب الملعب ديال سان بيدرو اللي غيلعب فيه المنتخب الوطني المغربي. غادي نشجعوا المنتخب ديالنا، وخا درجة الحرارة اخوتي فايته 30. الله يحسن عوان اللاعبين ديال المنتخب. حنا يلا خرجنا من الدار وكنشربوا اخوتي وكنعرقوا، ما بالك هما اللي لاعبين اخوتي 90 دقيقة. ولكن ان شاء الله الجمهور المغربي ما غيخيبناش وغيوقف معاهم، وكاملين غنقولوا بصوت واحد سير. هشام كي درتي مع هاد الحراره؟ الموت. قول لي شحال كتوقع نتيجه هاد المباراه؟ راه الكونغو صعيبه الصاد، غادي نقول 3-2. شكون غيماركي 3؟ حنايا حنايا طبيعي. اي ماركيو علينا جوج زعما؟ ايوا راه سهلتيها. واحد 3-0 حتى هاد المباراه. ويلي كيما العاده هاد البلاصه كلها كيتجمعوا فيها المغاربه. باش كيعجبوني التعاون، اللي ما عنده تيكيت يعطيوها لي، اللي ما عنده تيشيرت يعطيوه لي، اللي ما عنده كاسكيت يعطيوه لي، اللي ما عنده رايه كلشي، واللي ما واكلش ياكل. وكاينه كاينه كاينه الماكله موجوده وديما المغرب المغاربه كامله. الحمد لله الحمد لله. واش كيحسدونا؟ واش كتعاونوا؟ شعب واعر الحمد لله. كنحبوا سيدنا الله على الوطن الملك محمد السادس. ازاي يا خوتي ديما المغرب؟ مارشو الناس ديال الكوت ديفوار كيشجعوا المنتخب. ديما ديما ما غاك، ديما ديما ما غاك، ايوا ديما ديما ما غاك. ايه الله يلا بصحتو. والمهم الاصدقاء معايا دابا واحد من الافضال اخوتي اللي هو حمزه. اش كاين حمزه؟ هانيه بخير. علاش قلت لكم من الابطال؟ واش على رجلي اخوتي من المغرب حتى الكوت ديفوار. الله يلزم صحتك صحتك بصحتك. دابا قول لنا شحال كتوقع حمزه غتسالي هذه المباراه؟ هذا الماتش ديال 3-0. 3-0 المنتخب 3-0. راه علاش تضيع؟ مراكش قال بعيد، مراكش قال بعيد، او فين النخلة وزرين، او فين النخلة وزرين، او فين النخلة وزرين، او فين النخلة وزرين، الرشيدية ويلي ويلي ويلي. او هادي زردة سانك سانك، ولا يمي سانك سانك، ولا يمي سانك سانك، ولا يمي سانك سانك. انت مسيبورتي المغرب؟ سيبورتي المغربي المغربي. كون بيان كون بيان. خوا سيخو 4-0. خوا سيخو 3-0. واه قالها مغربية 3-0. هشام كيدير الاستعدادات. يلا سير سير. مغرب 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 ديما مغرب. اي 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 كريستينا عاوتاني اخوتي. دابا غناخذ التوقع ديال مول الاركات. هاد السيد سميتو فؤاد جاب هاد الاركات اخوتي من المغرب حتى الكوت ديفوار. شحال كتوقع نتيجه المباراه اخويا فؤاد؟ والله 2-0. 2-0 غادي ماركي زياش ونصيري. اوه 2-0 زياش ونصيري. ان شاء الله يا ربي. صحتك اخويا فؤاد صحتك. ورقوا لي اخوتي واحد البلان هربان الدراري المغاربه كيشطحوا الناس ديال الكوت ديفوار على المزيكا ديال الايفواريين، يعني على المزيكا ديالهم كيشطحوهم. شراه ما يمكنش.
المغاربة هرباني. شوف 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 اي 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 والله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الله يا 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 الله يجيب صحتهم بالله. هادشي كامل اللي شفتو وغا شويه من بزاف راني غنحمى هادشي باقي قالنا شي للتيران ومبلبله ديال بصح حتى تبارك الله راه بداو كيتجمعوا الناس اخوتي كثر وواحد شويه غنمشيو للتيران. ايه ايه مدن مروكو ايه ايه مدن مروكو ايه ايه تحيه لداده تحيه لداده 33 34 قلت لك انا ماروك ماروك 3-0 عود 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 3-0 عود 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 3-0 خوت اللي بغيت نقول لكم راه المغرب في الدم وكنا مغاربه وكنحماقوا على المغرب وراه اللي بغيت ناكد عاوتاني اننا كنا مع الشعب الفلسطيني الله ينصرو يا ربي امين على الاداء ديالو. هانتوما كما كتشوفوا العالم الفلسطيني عند كلشي المغاربه رافعينو عالي بحالو بحال العالم ديال الوطن حبيب المغرب. هانتوما كلشي كاين معاه العالم ديال فلسطين وانتوما كتشوفوا في القلب اخوت الله ينصرهم ديما المغرب. الجوع الجوع دابا غنديرو بوز كافي فطور عشيه فينا الجوع. المهم جينا لواحد الباتيسري حدانا واول حلوه بانت لينا هي هاد الكوك الكوك تحسها يا خويا خاصنا السكر خاصنا الطاقه باقي كاع ما بدا الماتش مشات لنا الطاقه. كاين هاد السندويتشات ولكن ما فيناش الجوع بزاف داكشي علاش ناخذو شي لعيبه بحال هاد دوري مو ان كرواسون هادي كرواسون اخوتي وزائد وحيده ديال الكوك غير اربعه اربعه خذ اربعه خذ اربعه خاطر منتج انت ها الحليوات ديال الله كريم ها هادو خليهم تلقوتي تنجيو من مورا المباراة ان شاء الله ماشي باش كناكلوهم دابا والله كريم صاحبي دابا كي غتفرج انت كي غتفرج خذ لي كوميرا دير فيها شي كاشير لعيبات صراحة انا اش كدير العزاوي هادي كليماتيزور جيت حداها كتبرد بوحدك واش حماق وراه الحرارة صح خلي الناس تبرد الناس في القهوة كيتسناو البرودة توصلهم ولا سدها لهم كامل الموت اخوتي الموت زاهي اخوتي دابا معنا ابراهيم اخوتي هذا راه واحد من الابطال ديال بصح نوريكم باش جانا للكوت ديفوار واخا غالبا تكونوا عارفين باش شوف اخوتي باش جا للكوت ديفوار اللي غلو جاي كيما كنقولوا حنايا باش صبط الرويض صبط الرويض قول لي ابراهيم شحال كتوقع نتيجه المباراه شوف ماتش باش نكونوا واقعيين ماتش ماشي سهل ماتش ماشي سهل حراركم كمنتخب واعر ايه ان شاء الله كنتمنى اننا نغلبوا ان شاء الله كنكونوا 2-1 ان شاء الله 2-1 ان شاء الله الله يتبارك العز كرواسا خديناها من الباتيسري والمناضة خديناها عند واحد السيد موريتاني هنا الثمن ديالها مناسب والباتيسري غالي يا خوتي الاقتصاد عرفتي بشحال كيحسبوا قرعة بحال هادي اللهم ناخذوا عند خوتنا الموريتانيين الله يجازيهم بخير وزايا الزايا الاصدقاء دابا كما كتشوفوا رجعنا لهاد الطريق هادي اللي طويلة ديال بصح واللي كتدي مباشرة للملعب غير هو واحد القضية رديت ليها البال هاد المرة الجمهور اللي لاعبين ضده أو لا ديال الكونغو خوتي كثار ديال بصح ولكن ما يكونوش كثر من المغاربة وما يكونوش هربانين بحال المغاربة وهاد المرة عاوتاني المغاربة حاضرين بقوة كثر من المباراة اللي دازت إذا الجمهور غيكون بلبل ديال بصح وهانتوما كما كتشوفوا راه ماشي غير الجمهور ديال الكونغو اللي جاي يتفرج زايا وماشي غير الجمهور ديال المغرب جايين حتى الناس ديال الكوت ديفوار زايا لحقاش عارفين بلا المنتخب المغربي كيقدم أداء واعر فما بغاوش يزقلوا ماتش بحال هذا هانتوما كما كتشوفوا أو سي بارتي ماروكان ميرسي كلا غاني انا كنت على 2-0 3-0 كم بيان 4-0 او ميرسي نهايه تري قلتي 3-0 ماتش فايت ماروك 3-0 ميرسي ميرسي فور سيبورت ماروكان خوتي كنجريو لحقاش تصيدنا الباب اللي خصنا ندخلو منه اللي كاين هنايا حنا مشينا لواحد الباب واحد اخر ودابا غنجريو باش نوصلوا للباب الاخر
بنادم كيغوش مونا الشحفان بغينا نحضروا النشيد الوطني اخوتي. ها انتم الاخوان، راه هو الباب مني كنا باغي ندخلو، شو شحال ديال الطريق ضربنا، هاد الطريق كامله ضربناها باش نجيو لهاد الباب الاخر، حيت التيكيت اللي عندنا كيقول خصنا ندخلو من هاد الباب. المهم شوفوا تبارك الله عاوتاني شحال ديال الصف قدامنا، كيسحاب لنا صافي راه تفرناه، غنوحلو مع هاد الصف عاوتاني. ناري ما يمكنش تزربنا حتى زربنا، في الاخر تعطلنا اخوتي في نقطة التفتيش، هشام نشيد الوطني كيتعزف. داو ناري ما بلانش الله ما بلانش، حيت كانوا كيقلبونا اخوتي في لي ديطاي. يلا بدا نحضرو غير البداية. يلا يلا. اش بان لك يا هشام؟ راه ما يمكنش نصدق كيفاش لاعبين في هاد الحراره. والله الا بصحتهم الروح لقيتها لي. وصحت الجمهور محيح وخا الصد. وديما المهم
هاد المرة اخوتي واخا الماتش مع الجوج ديال النهار هنايا في سان بيدرو الحرارة ديال بصح، ولكن كنشوفوا بالله كاين حضور جماهيري كبير. تبارك الله على الناس كاملين اللي جاو، شكرا للناس كاملين اللي جاو كبار وصغار، والله حتى كتسيبورتيو المنتخب ديال بصح، والله يخلينا ديما نغاربوا الحمد لله. وحتى الناس اخوتي اللي باش يغاربوا باش يسيبورتيو المغرب، والله حتى العز ليكم. كما شفتوا الشوط الاول سالب 1-0، هشام ما حضرش للبيت حيت وقع عليه مشكل في التيكيت، ولكن ان شاء الله في الشوط الثاني نخدموا عاوتاني اداء نظيف وبالتوفيق للمنتخب ديما. هشام في هذا الماتش 2-0، غنزيدو الثاني ان شاء الله، وحتى الثالث وحتى الرابع وحتى الخامس. المغرب ديما المغرب ديما المغرب حمراء وخضراء زاهية. مهم اللعابة جلسوا باش يستريحوا، والجمهور استريح غير دقيقة وينوض. ها راه لا جلسوا، كلشي باغي الشاي، كلشي فرحان. ها انت ما يمكنش ما يمكنش تماركا التعادل اخويا 1-1. انتهت المباراة الأصدقاء، ولكن راه كلشي كان كيقولها، راه كونغو أول الفريق اللي صعيب ماشي سهل، والمشكل ديال الطقس راه باش تلعب مع الجوج النهار طاشق عليهم، راه باش تلعب مع الجوج النهار في سان بيدرو راه واحد الحرارة ما يمكنش. واخا هكاك الجمهور دار اللي في جهدو واللاعبين داروا اللي في جهدهم، ومزيان التعادل نحيدوا علينا العين. حنا راه باقيين أخوتي في لاكوب دافريك، وإن شاء الله نديوها غير درجة درجة وما يكون على الخير. وزاهية أخوتي.